مش عيب ان انا ارجع تاني اقول انا متاسف للشعب. انا قلت الفيديو اللي فات الشعب كان غير ناضج، وهذا غير صحيح، لان اللي عمل معايا المشكله كان حد اسمه ياسر صالح في نادي نقابه المهن التمثيليه بتحريض من اشرف زكي. والمشكله حصلت من ياسر صالح، جاب ورقه قطع عليها الناس اللي في النادي، وهذا ما حصل. اما الشعب محدش عمل لي حاجه، الناس الجمهور محدش عمل لي حاجه، الرئيس مرسي محدش عمل لي منهم حاجه. اشتغلت كويس، الناس اللي اشتغلت كويس مع اهلهم، اشتغلنا كويس، اشتغلت في صنايع الدين واشتغلت. اما بعد ما تولى الفخامه ما فيش اي شغل، زمايلي بيشتكوا، فانا الهجوء يعني انا اعذروني، انا قلت يعني لما قلت الشعب غير ناضج، لكن المشكله في الوصايه، اللي هم عايزين يبقوا وصية علينا. هذا الشعب مؤهل للديمقراطيه، هذا الشعب محترم، ومليون تقدير واحترام لهذا الشعب بالضحيه. وكمان بدون هذه الضحيه مليون تحيه للشعب المصري، شعب عظيم، شعب عظيم وشعب راقي وبلد عظيمه. لما بيكونش معايا فلوس بميل على اي مصري واقول له 99% منهم جدعان، وحتى لو هقول 100%. اما الاوصيه للاسف حتى اللي ممكن ما يساعدش اللي هو حاطط نجم النسر على عربيته مثلا ولا حاجه، مش بقول ان هم وحشين، احنا مع الشعب المصري، احنا الشعب المصري، لكن الشعب برضه لو صلح هنقدر نجيب حد كويس. فالشعب برضه هو الطاغيه اللي بيختار حد الطاغيه، بس مليون تحيه للشعب المصري. مصر حرة، مصر حرة من غير بلد وبلد، وبلح. مصر حرة من غير البلح، مش بلح رمضان حلو جميل، لا بلح الزيت كده. مصر حرة وفي ناس حرة لكن أنا بقول لهم نصيحة، سيبوكم من المنافع المقضية وعملوا ربنا زي ما هو بيقول. على فكرة بلال فضل أنا برشح الناس تسمعه، هو مش وحش قوي، ولكن كفاية كده، ارحل اخلع.